مساء الخير، مساء السعادة، مساء الهنا، مساء الفرحة عليكم مشاهدينا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام أطباء. النهاردة مجهزين لكم موضوع جديد، أنا نفسي عايزة أعرف التخصص ده. هو تخصص شوية جديد علينا، هنعرف عنه تفاصيل أكتر من دكتور عمرو سعيد، استشاري علاج الآلام ودكتوراه علاج الآلام جامعة القاهرة. هيكلمنا بتفاصيل أكتر عن الموضوع، بس خليني الأول أرحب بزميلتي هاجر حمدي المنوراني. ازيك يا هاجر؟ أهلا بك يا نور، وأهلا بكل المشاهدين. منورنا يا دكتور. زي حضرتك. زي حضرتك منورنا النهاردة يا دكتور. شكرا. عندنا أسئلة كتير ليك بقى النهاردة. أول سؤال هو إيه الفرق بين طبيب استشاري الآلام التداخلي وبين التخصصات الأخرى؟ تخصص علاج الألم التداخلي هو تخصص من التخصصات الجديدة في الطب. تمام. إحنا تخصص يعتبر جديد قديم، هو بدأ في العالم كله من سنة حاجة و80. بدأ دراسة أصلا في علاج الألم لمرضى السرطان ومرضى لراحتهم، وبعد كده تطور التخصص في السنوات الأخيرة ديت إنه يشمل بعد كده ألام العمود الفقري وألام المفاصل وألام خشونة المفاصل، وكل يوم في تطور، كل يوم بنقدر نقول إن في حاجة جديدة، في تولز جديدة بنقدر بتخترع، في تولز جديدة بنكتشفها لعلاج مرض معين. تخصص علاج الآلام بدأ في مصر من سنة حاجة و80، بنقدر نقول إن في عدد محترم من الدكاترة والأطباء متخصصين في علاج الآلام. تخصص بيعالج مشاكل كتير جدا. احنا دايما بنقول ان تخصص علاج الالم هو تخصص بيعمل في مع فريق، يعني دايما يبقى في مالتي ديسيبلينري تيم. الفريق ده مكون من دكتور علاج الم، دكتور تغذيه، دكتور جراحه، دكتور حسب تخصصه. فبالتالي هو مش كومبيتيتور لاي حد، هو تخصص مش منافس، اسف، هو يعني تكاملي مع بقيه التخصصات على حسب نوع الألم اللي بيشتكي منه المريض. بالضبط كده. هو تقريبا من نعمة ربنا ان الألم هو دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان تبقى إشارة لينا. في علاج الألم بدأنا معظم تخصصات ما بتدرس الموضوع دوت باستفاضة، لهذا كان لازم ان يكون في تخصص يواجه ويعالج الألم. لان الألم في حد ذاته اذا كان ألم في فرق، في فروق ما بين الألم، في الألم الحاد وفي الألم المزمن. الألم الحاد يعني إصابة، عيان اتكسر أو عيان حصل له مشكلة، دي ألم حاد. ألام القلبية دي ألم حاد، دي ليها علاج وليها دكتور متخصص في علاجه. طيب الألم المزمن لو ازداد عن أكتر من شهر أو 3 شهور أصبح ألم مزمن يستوجب العلاج. تمام. في تخصص علاج الألم بندرس التشخيص والعلاج وطرق العلاج المختلفة ومجموعه تكاملي مع بقيه التخصصات، ونقدر نستبدل اي عمليات جراحيه. في بعض الحالات بنقدر نعمل العمليات او بنقول عليها عمليات تداخليه تريح المريض، بديل للجراحه في بعض الاوقات. او حل لان العيان ما يقدرش يعمل جراحه او عنده مشاكل طبيه كتيره، فبالتالي لو خضع لعمليات جراحيه هيبقى فيه مشكله، او عنده امراض سرطانيه فمش هيقدر يعمل دوت، فلازم لكنه بيشتكي من الالم فلازم نعمل له حلول ويستوجب حلول نقدر بنعملها بعلاج الالم. يعني درجه المرض عند المريض هي اللي بتحدد اذا كنا نروح لدكتور جراحه ولا دكتور تخصص في استشاري الالام التداخليه. تمام. بص حضرتك، هو السؤال دوت احنا هنشوف العالم ماشي ازاي ونبتدي نتكلم. في امريكا واوروبا لو خدنا مثال، احنا كمدرسه انجليزيه او كانجلترا في تخصص لدكتور علاج الالم، او في تخصص فاميلي ميديسن بيروح للدكتور، العيان بيروح له الاول والعيان والطبيب دوت بيحوله للتخصص لو حسب التخصص. لو عيان مثلا بيشتكي من الام عمود فقري، لا ده لازم يمر على دكتور تخصص علاج الام الاول علشان يعمل معاه التداخل، او هيشوف له يوصف له العلاج، او هيشوف الخطه العلاجيه بتاعته ويبتدي هل العيان ده هيقدر يحتاج جراحه ولا هي ممكن نتداخل مع علاج جراحيا واقدر ان انا احلله مشكلته بدون جراحه. طب ايه الفرق يا دكتور بين الم الاسنان والعصب الخامس؟ يعني في ناس شويه بيحصل عندهم زي لخبطه كده ما بين نوع الالم ده ايه، ازاي نقدر نحدده او بيبقى ايه الفرق؟ تمام. الم الاسنان ده معروف الناس كتير دي حاجه بون ايك، يعني حسب الالم في السن او في العظم او في ده بيعالجها دكتور متخصص ليها. لكن في حاجه مهمه جدا زي ما حضرتك بتقولي كده، الم العصب الخامس. الم العصب الخامس بيجي كتير جدا في صوره الم اسنان، والعيان يفضل سنين بيتعالج عند دكتور اسنان، وممكن يكون كمان يعمل عمليات في الاسنان وهو عنده مشكله تانية خالص في العصب الخامس. في حاجه اسمها العصب الخامس ده، لو احنا كان معانا صور للعصب الخامس ممكن نقول لحضرتك
مشكلته مشكلة العصب الخامس دوت من المشاكل الكبيرة جدا والمشاكل اللي هي منتشرة. ده زي ما احنا شايفين هنا كده، ده العصب الخامس بيمشي عند جانجليا، بتبقى موجودة جوه عند المخ تقريبا، جوه هو في بطين في المخ في تحت الجمجمة اللي هو متفرع منه ثلاث ديفيجن، ثلاث حاجات، اللي هو الفرع اللي بيغذي العين والمجزلة، وكمان المانديبلر هو الجزء الفكي. فممكن العين يجي بألم في الفك العلوي او بألم في الفك السفلي، ويبقى الألم ده مزمن، لازم يكون مزمن، ولازم يكون معاه احيانا بمعاه صداع، وده بنسبه كبيره جدا في بعض العيانين. طيب في ناس كتير بتروح لدكاتره وطبعا ما بتتعالجش فبتستسهل المسكنات، ألم يبقى مسكن، ده ايه يعني، ده صح ولا غلط؟ ولا دي برضو من الحاجات الشائعه جدا مع في المرض، ان معظم العيانين احنا بنتعالج غلط، بناخد بنستسهل، بناخد المسكن، بعد فتره المسكنات ديت ليها اثار جانبيه سواء كان على المعده او على الكلى او على الكبد، بتعمل لنا مشاكل، بتدخل العيان في مشاكل تانية. لا، لو الالم مزمن، الالم تستمر لفترات طويلة، لا يفضل ان احنا نشوف نستشير دكتور علاج الام، نشوف الالام ديت سببها ايه ونقدر نتوجه لعلاجها. طبعا الحقن ليه يعني، ده طريقة دلوقتي من طرق العلاج بس مشهورة اكتر الحقن بالكورتيزون، فهل في طرق تانية او في حاجات غير الكورتيزون، ولا هو بس الحقن بيعتمد على ده؟ ده اكتر سؤال بتسأله في العيادة، هو يا دكتور حضرتك هتحقني كورتيزون ولا هتحقني، لان هو معروف من زمايلنا قبل كده او من التخصصات الاخرى ان الحقن هو الكورتيزون. لا، الحقن مش كورتيزون بس، في مواد تانية ممكن تتحقن نقدر ناخد بيها نتائج كويسه جدا في العلاج. طيب زي ايه؟ حسب الحاله، احنا تقريبا في المركز بنفصل العلاج حسب العيان، بمعنى ان كل عيان ليه طريقه في الحقن. وفي حاجه فرع في الطب دلوقتي في علاج الالم اسمه الطب التجديدي، ريجنريتد ميديسن. ريجنريتد ميديسن دوت احنا ممكن نستخدم طرقه وعلاجه في علاج الالام المزمنه ونوصل لنتيجه مع العيان كويس جدا. طيب الحقن هو كورتيزون؟ لا مش كورتيزون، في حاجات، في انوال، اولا الكورتيزون في مفهوم لي، الكورتيزون ده عيله كبيره جدا ليها، هي مضاده للالتهاب، في بعض منها ليها اثار جانبيه، بتخزن ميه، بتعمل التهابات في المعده، في لان هو كذا نوع، في نوع متوسط ونوع سريع المفعول وفي نوع مائي، في كورتيزون معقر. فحسب نوعه وحسب النوع اللي بيستخدم ليه الاثار بتاعته. لكن في نوع من انواع الكورتيزونات اللي هي من عائله الكورتيزونات ولكن بدون اثار جانبيه زي الكورتيزون المائي، ولازم العيان يبقى فاهم ان ده مش لازم انا استخدمه معاه. في بعض الحالات ممكن نستخدم فيها الكورتيزون المائي بحساب، في حاجات تانية ممكن نستخدمها زي حقن الاكسجين النشط، حقن البروروسيرابي. البروروسيرابي ده نوع من انواع العلاجات اللي بنستخدم فيها تقنيات جديده من علاج البروروسيرابي، اللي هي ديكستروز او هو حقن الجلوكوز او حقن المغنيسيوم او حقن الاكسجين النشط. ودي الفكره في البروروسيرابي او العلاج بالطب التجديدي، ان احنا بنسرع الهيلينج، بنسرع الالتئام. احنا العيان ليه بيحس بالالم؟ لانه بيحس بالالم نتيجه تراكم مواد التهاب، مواد الالتهاب اللي تراكمت ديت بتعمل لنا منها مواد الم، فبتسبب استثاره والام في العصب او الام في المكان نفسه. طيب احنا الانفلاميشن او الالتهاب دوت هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لينا القدره على علاج نفسنا، فبيحصل الالتهاب ثم بيمشي في سلسله كده لغايه لما يوصل الى الهيلينج اللي هو الالتئام. طيب بتقنيات البروروسيرابي وتقنيات علاج الطب التجنيدي انا اقدر اعمل اسرع الالتئام واقدر اوصل للالتئام في فتره. ناخد مثال، لو في اصابات الملاعب، عيان حصل له اصابه، لو احنا قدرنا نطبق فيها تقنيات البروروسيرابي انا اقدر اخلي الاصابه دي اللي هتاخد في فتره علاجها 6 أسابيع نقدر نخليها 3 أسابيع. وفعلا العيان بيتعب من الفتره اللي بيتعالج فيها، بيقول لك فترة طويلة ويتحول الالم الى الم مزمن. لو ما تعالجش بسرعه الالم بيتحول الم مزمن، يبقى صعب علاجه. فاحنا كل ما نتدخل بدري بالتقنيات الحديثه سواء كان حقن ديكستروز، حقن البلازما الغنيه، او حقن الاكسجين النشط، اقدر اوصل لنتائج كويسه مع العيان، اسرع الالتئام بتاعه فنوصل للالتئام. احنا كان معانا صور برضو للجهاز، وكان لحالة صح كده، الحالات في كذا صور ممكن نعرضها على دي كانت تقنيات البروسيرابي. طيب ممكن لو جينا الصور يا جماعه بعد اذنكم،
طيب اتكلمنا عن الطب. دي الصور دي صور للعصب الخامس ولما بينقسم الى ثلاث فروع ليه. الترايجيمينال جانجليا دي الهدف بتاعنا، بندخل لها في علاج الام العصب الخامس وبنعمل لها يا اما حقن او تردد حراري. طيب. ندخل بجهاز كده. دي حاله من متلازمه الام، ده عيان عمل تثبيت للفقرات. ودي من اشهر الحالات اللي بنشوفها في عيادتنا. العيان بيبقى عمل عمليه والعيان بيجي له الالم، وفي دراسه حديثه بتقول ان العيانين اللي عملوا عمليات جراحيه بيحصل لهم الام في خلال اول 5 سنين ممكن النسبه توصل ل 60%، بعد 5 سنين النسبه بتعدي 90. يعني كانه ما عملش العمليه بالظبط. ديت احنا بتشرح لنا الهدف من الحقن بتاعنا. زي ما قلت حاجه كده، في حقن احنا لو احنا قلنا ان الاعصاب دي عباره عن شجره، فاحنا اوراق الشجره ديت هي مستقبل الالم اللي هو مكتوب عليه اول حاجه تحت الجلد، ده مستقبل الالم، دي ورق الشجره. وتحت خالص دي فروع الشجره الفرع دوت اللي هو بيبقى العصب اللي هو لونه اصفر، دي العصب اللي بيبقى بيتكمل بعد كده ويوصل لغايه لما يبقى عصب كامل ويطلع يبقى جف تحت في جذور الاعصاب. طيب. احنا بنستهدف علاجنا اما بنستهدف اوراق الشجره اللي هي مستقبل الالم، او بنحقن الاعصاب نفسها اما باستخدام السونار او باستخدام الاشعه الفلوروسكوبيه. ده كله بيبقى على حسب الحاله، حسب كل حاله وطريقه علاجها بتختلف. زي ما قلت لحضرتك كده ان كل عيان مختلف. دي مثلا في علاج حالات خشونه الركبه، دي احنا ازاي بيتم فصل البلازما بطريقه معينه، بيفصل بناخد عينه دم من عيان. العينه دي ممكن تبقى فوق 30 ل 60 سنتي، وبعدين بندورها بطريقه معينه، وبعدين بنكتفها بطريقه معينه. كل طريقه بتختلف نقدر ناخد منها. احنا ما بناخدش البلازما، احنا بناخد الصفائح الدمويه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الصفائح الدمويه ديت فيها مواد البناء، وفيها اكتر من 22 مكون للعلاج حالات خشونه الركبه. دي البلازما دي يعني تقنيه جديده صح كده؟ دي تقنيه جديده في علاج الالام. فكره اللي احنا بنعتمد عليها في علاج الالام ان انا اسرع الالتئام، خاصه اشهر مثال خشونه الركبتين. ده عيان مثلا عنده خشونه في الركبتين. تمام. العيان دوت يحصل تاكل، السبيس في الركبه يبتدي يقل اللي هو المفصل ده، بنستدل عليه بالاشعاعات والرنين، بعدين بنشوف نتوجه لعلاجه. فبنحقن حقن سائل زلالي، وبعد كده بنعمل له جلسات حقن بلازما. البلازما الغنيه دي ناخدها من العيان نفصلها بطريقه معينه، ثم بنبتدي نكتفها عشان تجيب النتائج السليمه. فبحقن الصفائح الدمويه من العيان بتركيز معين بالطريقه اللي احنا موجوده معانا. ملهاش اي اثار جانبيه دكتور زي ملهاش اي اثار جانبيه لو احنا اتبعنا المعايير السليمه في العلاج. فاحنا ان شاء الله بنقدر لكل عيان بنجيب نتيجه. دي حاله من الحالات اللي بنحقن فيها بلازما في خشونه الركبه. يعني فعلا حل سحري، حل سحري لحالات كتيره جدا. اولا بتضيع الالم، ودي مثبته واصبحت يعني نتكلم في 2019 البلازما لوحدها، حقن البلازما لوحده بيضيع الالم. بيضيع الالم عن طريق ان هو بيزود الالتئام، فالعيان بيخف بسرعه. ده بالنسبه لحالات خشونه الركبه. هو اسم البلازما مش جديد علينا، لكن جديد في مجال علاج الالام. تمام بالظبط كده. هو البلازما زمايلنا في دكاتره التجميل والجلديه استخدموها كتير جدا في انبات الشعر دي صوره ايه كده. في التجميل يعني دي في بعض حالات الام اسفل الظهر، احنا ده وضع العيان في الفقرات. لما بنعالج الفقرات العنقيه الام الفقرات العنقيه بيبقى وضع العيان كده، وده الجهاز اللي احنا بنستخدمه. ده صوره الجهاز اللي احنا بنستخدمه في الالام. ثانيه يا جماعه معانا برده. طب احنا قبل ما الصور تيجي بقى كلمنا عن التردد الحراري. احنا عارفين ان التردد الحراري تبع الطب التجديدي. تمام. بس في هنا صوره يعني الام اسفل الظهر بيبقى دايما في مراحل للانزلاق الغضروفي. من ضمن دي من الحاجات برضو اللي نقدر نعالجها تداخليا بدون جراحه. هنا ده الصوره دي بتوضح مراحل الانزلاق الغضروفي. ان هو اول مرحله بيبقى بس الغضروف ده عباره عن ماده جيلاتينيه. في من جوه ماده جيلاتينيه ومن بره ماده صلبه اكتر شويه. الماده الجيلاتينيه الداخليه ديت لما بتبتدي تطلع لبره بيحصل بروز. البروز ده بيضغط على العصب، فالعصب ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليه القدره على حمايه نفسه، فبيفرز مواد. المواد اللي بيفرزها ديت حمايه ليه ولعلاجه. فالمواد ديت لما بيحصل تتخن العصب بيتخن بالبلدي كده بيتخن، فيأثر على البلاد سبلاي بتاعه اللي هو الدم اللي واصل ليه، وبيرقم مواد الم. فالعيان دي مراحل الديسك هيرنيشن اللي هو بس مجرد ان حصل بروز. البروز ده زاد شويه، بعدين الماده الداخليه خرجت بره، افرزت مواد كيميائيه
بتؤثر على العصب. بتفرق طريقه العلاج على حسب كل مرحله. دي حاله برضو حاله من ضمن حالات بتوضح الدرجات المراحل بتاعتنا. واحنا بعون الله في تقنيات ده برضو الديسك ازاي بيضغط على جذور الاعصاب وبتدي ياثر عليها. طيب احنا ليه بنتكلم ده؟ برضو صوره بتوضح الضغط على العصب والمواد الكيميائيه اللي طلعت، واللي هنا كمان في حاجه زياده ان هو ضيق في القناه العصبيه اللي هي الصوره اللي فاتت. أيوة. تمام، في ضيق في القناه العصبيه، هل ده ممكن نعالجه بدون جراحه؟ ممكن نعالجه بدون جراحه، اخر حاجه الجراحه. هو ده الافضل، لان خلاص ثبت ان العلم الحديث ان الجراحه دي المفروض نلجا لها مراحل متقدمه. اخر مرحله بقى اللي هو كل المراحل، او ممكن يكون العيان جاي في اول تمثيل ليه، هو جاي بضعف في الحركه، جاي بصوره ايا كان، فده بيتساوي الجراحه. لكن العمليات الجراحيه المفروض تبقى في الاخر. في تدخلات، الحقن لوحده، حقن جذور الاعصاب، بيجي يدينا نتيجه علاجيه من 60-70%. بمعنى ان لو عندي 10 عيانين، ال 10 عيانين دول ترددوا عليا في العياده عندهم الام اسفل الظهر او الام اعصاب جذور اعصاب، فانا الحقن بس هيخلي 6 منهم يخفوا تمام. وفي البقيه الاربعه دول في 3 منهم هيخضعوا لحاجه تانية من علاجات الالام، زي التردد الحراري، زي شفط الغضروف، زي تبخير الغضروف. تردد الحراري انا عايز اسال حضرتك كمان عن العمود الفقري. مشاكله طبعا كتيره، فيعني ايه التقنيات الحديثه في علاجه او لتخفيف الامه؟ تمام، زي ما قلت لحضرتك كده، احنا علاج الالم زي ما قلت ان تقريبا احنا بنمثل 90% في العلاج لالام العمود الفقري خاصه. فاحنا العمود الفقري ده ممكن العيان يجي يشتكي من الم في الفقرات، ممكن يجي يشتكي من الم في العضلات، ممكن يكون يشتغل ألم في الأربطة اللي بتربط العمود الفقري، أو في المفاصل، يكون نتيجة ألام في المفاصل جار فقرات، أو ألام من الغضروف نفسه، أو ألام من العصب يكون مضغوط عليه زي الصور اللي كان فات. فإحنا الطرق العلاجية في علاج الألم، الطب التجديدي ممكن نستخدمها إن إحنا نسرع من الألام ديت، سواء كان حقن بلازما، حقن الاكسجين النشط، حقن البروسيرابي، في علاج الام العضلات والاربطه والالام حسب كل عيان وحسب درجه حسب الحاله اللي بيشتغل حسب الحاله. فطبعا في تدخلات جديده بنعملها طبعا، يعني في صور موجوده مع حضراتكم لصور التردد الحراري. الجهاز التردد الحراري دوت ده عباره عن جهاز ليه ابره كده بنوجهها باستخدام الصوره اللي هي اللي فاتت بتاعه التوجيه الجهاز تحت الاشعه بالظبط كده. دي التردد الحراري لعلاج الالام المفاصل جار فقرات، ودي من اشهر الحاجات اللي بتيجي الالام اسفل الظهر. العيان بيجي الم في ظهره، الالم ده ما بيروحش، بيبقى موجود مع الوقفه اكتر. ولما بيمشي يبتدي يحس بالم شديد وما يقدرش، لازم يغير وضعه. ده صوره الجهاز اللي احنا بنستخدمه، في هو جهاز بسيط جدا وسهل جدا. ده موجود عند حضرتك في ده موجود المكس. وده بنقدر بنوجهه في اوضه العمليات، بنبتدي نشغل الجهاز. دي عمليه من عمليات التردد الحراري مع الحقن، وده جهاز الاسطره اللي احنا بنشتغل تحتيه. تمام، العمليه بسيطه يا دكتور. العيان بيبقى صاحي، ياخد بمخدر موضعي، ما بيحسش بحاجه خالص. احنا وده صوره، ده الابره، يعني ابره الناس التردد. ما تخافش من الاجهزه خالص. دي الموضوع بسيط، بدون فتح جراحي، انا بدخل بمجرد بفتحه ابره صغيره، ويقدر ياخد وقبل ما ادخل بالابره باخد العيان بيقعد نص ساعه وبعد كده بيخرج نص ساعه بره، نطمن عليه قدر يتحرك ويمشي ويمارس حياته الطبيعيه بدون اي حاجه. دي عمليه من عمليات التردد الحراري لمتلازمه الام اسفل الظهر. تمام، ودي برضو حاله من حقن مع التردد الحراري، بنعمل حقن لجذور الاعصاب. طب قول لنا بقى، لان الوقايه خير من العلاج، قول لنا ايه اسباب خشونه الركبه بقى؟ خشونه الركبه اشهر سبب ليها، الناس هي ليها اسباب كتير، وبقينا نشوفها في الشباب اكتر كمان من الكبار. زياده الوزن، عدم ممارسه الرياضه، ضعف العضلات اللي حوالين الركبه، دي من اشهر الحاجات الاسباب الرئيسيه. وفي طبعا عوامل وراثيه، دي من اشهر الاسباب او اكبر الاسباب بتسبب خشونه الركبه. فاحنا في خشونه الركبه ديت، احنا مرض العصر تقريبا، احنا تقريبا معظم حياتنا الوزن زايد، الناس مبقتش تتحرك كتير، او يحصل اصابه. فالاصابه اللي بتحصل ديت بتعمل احتكاك ما بين الغضاريف، فتؤدي الى خشونه الركبه وزياده خشونه الركبه. يعني ممارسه الرياضه افضل لموضوع خشونه الركبه، وزن صحي افضل. كل ما نتدخل بدري الوقايه خير من العلاج.
يعني بمعنى ان عيان ما يسيبش نفسه عنده خشونه في الركبه، لان خشونه الركبه دي درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه. كل ما نقدر نتداخل بدري في علاجها كل ما نقدر ناخد نتيجه افضل، ونخلي العيان دوت ما يتعرضش لعمليات استبدال المفصل. هي سبب من اسباب تاكل الغضاريف؟ هي سبب رئيسي ان خشونه الركبه بيحصل من ضمنها، من ضمن اسبابها تاكل الغضاريف. لكن حل ايه بقى؟ يعني لو المريض وصل لتاكل الغضاريف حلها ايه؟ لو هي في الدرجه الرابعه يبقى لازم بنعمل عمليه استبدال المفصل. ودي بنعملها لما العيان خلاص يبقى حل جراحي ودوت مش هنقدر، او لو في عيان مثلا مش هيقدر يعمل عمليه او مش هيقدر عنده لاي سبب من الاسباب، نقدر نتدخل معاه باستقنيات علاج الالم، سواء كان تردد حراري للركبه، حقن سائل زلالي، حقن البلازما الغنيه، في صوره جلسات نقدر ان احنا نحول العيان دوت نقلل له الالم ده اول حاجه، ونعالج المشكله دي مع زمايلنا بتوع العلاج الطبيعي وناخد نتيجه كويسه للعيان ده. طب واحنا الحقن ده يا دكتور ممكن نستخدمه في جذور، يعني نحقن جذور الاعصاب؟ الحقن بالنسبه لالام اسفل الظهر طبعا لو عين جاي لي بالسوق اللي احنا بضغط على جذور الاعصاب، زي ما قلت لحضرتك كده الحقن يمثل 60-70% علاج سواء بتقنيات، ومش الحقن ما يبقاش كورتيزون بس، في حاجات تانيه بتتحقن نقدر ان احنا نحقنها للعصب، نقلل تهيج العصب ونعالج الانزلاق الغضروفي. يعني الناس اللي كانت اول ما بتسمع كلمه كورتيزون يلاقوا خلاص من الحقن يلغوا موضوع الحقن خالص. موضوع الكورتيزون ده يعني اغلبيه الناس حقن يعني كورتيزون. لا، الحقن مش كورتيزون بس بالنسبه لدكتور علاج الالام، الحقن مش كورتيزون فقط، الحقن فيه حاجات تانيه بنقدر نستخدمها، زي ما قلت لحضرتك كده ممكن كورتيزون مائي، ممكن برولو سيرابي، ممكن الاكسجين الناشط، في حاجات كتيره جدا نقدر نستخدمها بديله. كلمه حقن بالنسبه لي تعني حاجات كتير، مش كورتيزون بس. مش كورتيزون. طب كلمنا اكتر بقى عن الطب التجديدي، اقسامه ايه؟ هو الطب التجديدي ريجينريتد ميديسن ده من ده احدث حاجه في الطب التجديدي، استخدموها زمايلنا الجلديه يمكن ظاهره جدا باستخدامهم للبلازما، بيحقنوا بي ار بي. احنا الفكره زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنعمل بنسرع الالتئام، فنخلي العيان دوت ما يدخلش في الم، دي اول حاجه، ونعالج الاصابه اللي عنده. بنستخدم البرورو سيرابي، ده هو برورو سيرابي حتى يشبه من اسمه كده زي الميزو سيرابي. برورو سيرابي ده تقنيه من تقنيات العلاج، بنستخدم فيها ماده متعارف عليها اللي هو الدكستروز اللي هو جلوكوز، بنحقنها في الاربطه، في التهابات الاربطه، في التهابات العضلات، تقدر نسرع الالتئام. طبعا البي ار بي بلازما الغنيه، البلازما الغنيه ديت ناخدها من العيان، نقدر نسرع برضو الاصابه، التئام الاصابه، فنعالج العيان. الاكسجين النشط ده من الحاجات الجميله جدا في الطب التجديدي، وبنقدر نوجد بيها علاج. ف ريجينريتد ميديسن ده الطفره الجايه ان شاء الله، وده التقنيه الجديده في علاج معظم الالام. اذا تخصص علاج الالام ده دلوقتي بقى من، انا شايفه ان هو بقى من اهم التخصصات اللي تقريبا يعني لازم تبقى موجوده مع كل تخصص ايا كان نوعه. يعني بالظبط، الم استمر لاكثر من شهر، الم تعثر، يعني بقى صعب على زمايلنا في التخصصات الاخرى ان هم يعالجوه، احنا عندنا الحل، يعني نقدر نوجد له حل ان شاء الله. الالام، علاج الالم من التخصصات الامنه جدا. معظم التداخلات اللي احنا بنعملها في علاج الالم مش اذا ما فادتش مش هتضر، انا دايما بقول للعيان كده، يعني احنا التداخل دوت لو احنا هنعمله لو ما فادش مش هيضر. مش هيضر فعلا. في ناس كتير بتفتكر ان الحقن ضار، ان يعني العلاج ده ضار، يعني بتخاف من اي حاجه. انا شايفه ان هو بقى طريقه امنه جدا عن باقي الناس كلها فاكره كده. وانا يمكن دايما في، يعني للاسف برضه عشان الناس تبقى عارفه، لازم الدكتور علاج الالام يكون واخد دراسه منفصله تماما في علاج الالام. لازم فعلا المريض قبل ما يروح مكان او عياده يبقى متاكد من الدكتور والمكان. المستشفى الكبيرة، المستشفى الكبيرة تحط دايما تخصص علاج الألم دوت بقى من ضمن التخصصات الرئيسية، علشان ياخدوا شهادات الجودة. لازم يكون في طبيب علاج ألام موجود في المستشفى أو عشان يعالج الألام، سواء كان ألام حادة أو ألام مزمنة. والمريض المفروض يكون عنده توعية يعني. وده خلص يا دكتور. بشكر حضرتك دكتور عمرو سعيد استشاري علاج الألام ودكتوراه علاج الألام جامعة القاهرة. مشاهدينا العناوين، عناوين المركز، ارقام التليفونات، كل حاجه كانت موجوده على الشاشه. اي حاجه عايزتوا تسالوا فيها دكتور عمرو موجود على طول. شرفتونا ونورتونا، ويا رب نبقى ضيوف خفاف عليكم. نورتنا يا دكتور. شكرا. نورتنا يا نور. نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. مع السلامه. السلام عليكم.